بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، في آية الكلالة، كما أن الله ذكر ذلك أيضا في الأبناء والبنات في أول السورة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا اجتمع ذكور وإناث من الإخوة الأشقة أو من الإخوة والأخوات الأشقة أو من الإخوة والأخوات لأب، فإن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين من أخواته، فهذا فيه تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في مسألة الإخوة والأخوات والبنين والبنات. وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، فضل الذكر على الأنثى في الميراث لعلمه سبحانه وتعالى وحكمته، فلا اعتراض على حكمه، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولا يقال إن الأنثى مثل الذكر كما يقوله الملاحدة الآن في الميراث، فهذا محادة لله ولرسوله من ناحية الحكم الشرعي لا اعتراض عليه، ومن ناحية الحكمة فإن الذكر يتحمل من النفقات ما لا تتحمله الأنثى، فهو بحاجة إلى المال، فلذلك فضله الله على الأنثى. ثم قال سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ختم هذه السورة العظيمة بهذه الكلمة العظيمة: يبين الله لكم أن تضلوا، في المواريث وفي غيرها مما ذكر في هذه السورة العظيمة سورة النساء، فإنها اشتملت على أحكام عظيمة وعلى تشريعات عظيمة ونافعة، فيها بيان الهدى من الضلال. فلو ترك الله الناس لآرائهم وأفكارهم وتركهم لأقوال المتخرصين القائلين على الله بغير علم لضلوا، ولكن الله برحمته سبحانه بين لهم وشرع لهم ما يبين لهم الحق من الباطل ويوصل الحق إلى مستحقه. ثم قال: والله بكل شيء عليم. فما ذكره الله في هذه السورة هو من علمه سبحانه وتعالى، وعلمه واسع لكل شيء، لا يخفى عليه شيء، فعلمه سبحانه وتعالى واسع، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. والحمد لله قد انتهينا من هذه الآيات من آخر سورة النساء، فنستخلص الآن منها ما يتيسر مما تدل عليه من أحكام. فيؤخذ من هذه الآيات بيان حقيقة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد لله ليس ابنا لله كما تقوله النصارى، تعالى الله عما يقولون،
ويؤخذ منها أيضا أن المسيح عليه السلام لا يأنف ويستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، بل هو صرح بذلك فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، فهو عبد لله سبحانه وتعالى كغيره من المخلوقين. وفي يوم القيامة يقول الله له: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فليس له في الألوهية حق، لأنها حق لله وحده سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها غيره. ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالمسيح عبد لله ورسول من رسل الله، ليس له من الربوبية والألوهية شيء. ويؤخذ من هذه الآيات وعيد من تكبر عن عبادة الله، ووعد من لم يتكبر عن عبادة الله. فوعيد من تكبر عن عبادة الله أن الله يعذبهم عذابا أليما لا يعلم شدته وألمه إلا الله سبحانه وتعالى، جزاء على استكبارهم عن عبادة الله سبحانه. وأما وعد الله لمن لم يستنكف عن عبادته ولم يستكبر بل عبده وحده لا شريك له، فإن الله جل وعلا يوفيهم أجورهم لا ينقص منها شيء، ويزيدها من فضله مضاعفة من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ويزيدهم من فضله، زيادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالجزاء عدل، وأما المضاعفة فهي تفضل من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس، لأن الله خاطب الناس كلهم بقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وفي آيات قبلها قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وقال الله جل وعلا في آية ثالثة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قال في آية الرابعة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال في آية خامسة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأدلة عموم رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذلك خاطب الملوك والرؤساء في أقطار الأرض يأمرهم باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. فكتب إلى كسرى وقيصر وإلى رؤساء الأقاليم والجهات من أهل الكفر من يهود ونصارى ومشركين، يدعوهم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به، لأنه أرسل إليهم. فأقام صلى الله عليه وسلم الحجة عليهم وبلغهم بما أرسله الله به إليهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار.
فلم يبق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم دين صحيح يرضاه الله إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأديان السابقة، الأديان السماوية السابقة، فإنها نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبدينه، فلا يجوز العمل بالمنسوخ وترك الناسخ، لأن هذا ليس طاعة لله. العمل بالمنسوخ ليس طاعة لله، إنما الطاعة العمل بالناسخ. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.